السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا آخر شيء، أنت راح تكون يعني أمام هاي السكرين، أو أنت موجود على الويب براوزر تبعك وشابك على الاي بي ادرس تبع الناس فور فري. لكن إذا أنت شاك أو مش عارف بالضبط شو لازم تعمل، فهاي هون بس تفتح الناس فور فري فبحكي لك كونسول منيو، هاي الخيارات موجودة عندك، وبضل عندك آخر شيء ويب قوي هياته موجود، لان اي بي ادرس، وشو الانترفيس اي ام زيرو حكينا لانه يونكس مش لينوكس، لو انه لينوكس كان بيكون ايث زيرو. ف 192 165، طبعا اتوقع انه هذا شغال عليه الاس اس اتش. فا ايش الباسورد؟ ناس فور فري. طبعا هون من الجنرال بتقدر من هون تشغل ال مش لا مش من هون، من سيرفيسز اس اس اتش 22 فشغال. بس يعني هو فعليا انا عامل كل اشي هون، فمثلا انترفيس مانجمنت، لان مانجمنت. طبعا هون ما في لان مانجمنت، ليش؟ لانه دي اتش سي بي، لكن انت بتقدر تحطه عادي ستاتيك وتحكي له مثلا 250 وخليه مثلا 50، والجيت واي اللي هو نفسها بس واحد اضرن اي بي فيرجن 6 بتقدر تعمل له اكتيفيت. كمان الام تي يو مثلا هو بيحدد الام تي يو. الميديا بالعاده احنا الميديا حاليا هاي الايام اقل اشي بتكون 100، لكن بس انت خلص اتركها هي يعني شغال بوضعها الطبيعي، فمش راح تحتاج هون تقريبا اي شيء، خاصه اذا كنت عامله دي اس سي بي. ستاتيك راوتس اذا بدك، في فاير وول اذا بتحب تعدل على الفاير وول. طبعا هاي اشياء متقدمه، لكن ما فيش يعني شيء، بس بتضغط يعني انه بدي اضيف رول نمبر. شو الاكشن؟ بدك تسمح، تمنع، ريجكت. ايش الانترفيس؟ ما فيش عندك غير انترفيس واحد، فسواء حطيته اول او لان نفس الشيء، لكن لما يكون عندك اكثر من انترفيس بصير عندك يعني امور. ايش البروتوكول؟ سورس بورت، ديستنيشن، الى اخره. اللي بيهمنا احنا هون اللي هو المانجمنت، اللي هو الديسك مانجمنت. يعني ديسك مانجمنت انتم شايفين هون كلاتهم اونلاين، فمعناته لازم ابدا من اخر نقطه انا انتهيت منها. انا صراحه عملت سام بشير وكذا، ف انا اللي راح اعمله اللي هو التالي، هنوقف هون. طبعا هاي عبارة عن ناس فور فري، ايش الورك جروب. طبعا بدك تحط كل المعلومات يعني اللي بتلزم علشان تفعل هالموضوع. سيف اند ريستارت. The changes have been applied successfully. تأكد من الشيرز، نعملهم ديليت. اوكي، عشان ننهي كل شيء. فأنا كنت بتفرج على فيديو وعملت كل الأشياء زي ما عملوه، واشتغل كل شيء يعني زي ما حكوا بالفيديو، يعني إنه يكون كل شيء تمام. طبعا الشيء الحلو بتقدر تعمل ويب سيرفر على نفسه الهاي، وهو فيه داتابيس، فعشان هيك مش راح تتغلب موضوع الداتابيس. سامبا اكتف دايركتوري كمان بتقدر تعمل هاي، شايف. خلينا نرجع على الديسك مانجمنت. زي اف اس، خليني بس اعمل له ديسيبل ابلاي تشينجز داتا سيتس او اول ابلاي تشينجز pools virtual devices
اوكي ابلاي تشينجز، بدأ من اخر مكان انا كنت فيه. بالعكس يعني راح بمشي انا. فانا حاليا اللي راح اعمله عذرا اللي راح اعمله هو التالي. اول شيء راح اجي هون احكي له انه الديسك ترانسفير، لا طيب اوكي اوكي انا مش لازم مرجعت كواي الخطوات، لكن هم نقدر نحكي ان احنا بدينا من النهاية عذرا. الان نقدر نحكي ان من هون لازم نبدأ تروح على ديسك مانجمنت اول شيء. فبده يكون عندك هارد ديسك مانجمنت، في عندك الهارد ديسك فورمات، فانت بتعمل سيلكت. طبعا مش راح يكون عندك هون غير واحد، فبدك اول شيء تضيف تو هارد ديسك درايف. فاول واحد راح يكون اذا كان عندك اي دي اي زيرو اللي هو انت منزل عليه نظام، فراح يكون عندك الثاني. ديسكريبشن بتقدر تسمي ايش ما بدك، ترانسفير مود كذا، باور مانجمنت، ما فيش يعني اي شيء. اكتيفيت سمارت هذا اشي منيح. اد بس كمان اد واحد ثاني unknown or unformatted، هاي شايف كاتب لك اياها تحت. activate smart monitoring، مش كل الاجهزة بتدعم سمارت، مش كل الهارد ديسكس بتدعم سمارت. بعدين بتدخل على الفورماتنج، يعني انا بس انت ضفت هاي. هسا اللي بدك تعمله فورمات هو هون الفايل سيستم، اكيد راح تحط الاخر واحد لانه هاي، او سوفت وير ريد ممكن عادي يعني ما في مشكلة. لكن يعني بتقدر كمان فات، مش ضروري هاي. هاي تبعت اليو اف اس، هاي تبعت اليونكس، في لها مواضيع كتيرة. لكن يعني بس هذا هو اللي انت راح تعمله. اوكي ماكسيمم فوليوم ليبل، خلص انتهى الموضوع. والثاني زفاس فورمات، اوكي هذا يعني هذا الشيء اللي انت راح تحتاجه هون. طبعا لو اجيت على الديسكس هسه، جيت على الديسكس ديسك مانجمنت، انت شوف في عملية initializing. اروح سمارت نحكي له انه لا خلاص. خلينا نروح على زد اف اس، ومن زد اف اس بنروح على virtual devices، بنضيف من virtual devices. انتو شايفين هنا تو virtual devices strip mirror. هون في مواضيع كثير، في عندك باريتي ودبل باريتي وتريبل باريتي وهوت سبير وكاش وكذا وميرور. لكن بالوضع الطبيعي انت بتفضل الميرور، و بتحكي له مثلا ديسك ميرور، ديسك ميرور وبس. هاي كل الاشي اللي انت بدك اياه. بتعمل له اد، بتعمل ابلاي، وهاي هيك. بس اتاكد ولا اتوقع انه امور جيده. مانجمنت بضيف ضيف نيم مثلا
ديسك ميرور، ديسك ميرور سبيس، فهو راح يكون طبعا عندك ماخده، then تقول له add apply. فبعدين شفت tools مش راح نحتاج IO. طيب volumes delete select data sets. طيب شوف هون احنا بدنا فوليوم. طيب نيم مثلا خليها تكون بول 1 فوليوم فول. سايز تحدد شو السايز، فوليوم، مود الى اخره، كومبريشن ما مش راح تحتاج شيء هون. تريبيوت سايز سوري داتا سيتس بوز، احنا ضفنا البوز داتا سيتس فضيفتو داتا سيتس. بخليها pull one volume mount read only. oh sorry apply. طيب بس هذا كل شيء انت بتحتاجه. ما في عندك شيء هنا اتوقع، هنا خلص. هاي هيك بتكون انت انشأت الفوليومز والاشياء هاي. بس ببقى عندك اذا بدك تحط مثلا تعمل سامبا شير وتضيف واحد من الشير تبعونك، فبدك تعمل انيبل اوثنتيكيشن طبعا لوكال يوزر او اكتف دايركتوري. ما فيش عندنا اكتف دايركتوري، فراح يكون فراح يكون عندك لوكال يوزر. ماكسيم بروتوكول، ايش البروتوكول اللي انت بدك تستخدمه انت؟ يعني هاي انت شوف هون بحكي لك اقل اشي انت علشان كل اشي يعني يدعم كل انواع الاجهزه. نت بايوس نيم، نت بايوس نيم طبعا اللي هو ايش راح يبين على الشبكة، وهاي هو اسم الورك جروب. و بس هذا هو كل اللي انت بدك اياه. have been applied successfully. فبعدين بتضيف الشير تبعونك. بس اتوقع انه في احنا فشلنا عن شيء معين، في شيء تركناه. احنا ضفنا بول فوليوم 1 بس لازم ضفنا اشي تاني او كذا، لكن مش مشكلة. بس احنا هذا اللي رح نعمله. نيم مثلا خليه نسميه داتا، كومنت all data read only. لا طبعا بدا يعني بصير كل مثلا كل الموظفين على هاي الشير يحطوا بياناتهم، وانت بس بتتحكم فيه. اخر شي بتعمل add و apply، يعني في شيء معقد يعني. وهون اذا بدك كمان ترد تضيف مثلا اذا بدك pull volume pull to volume او اشي مثل هيك. هذا اشي برجع لك من ال من زي اف اس من داتا سيتس. سوري فلو عملت له ايديت بس. طيب
جعدت ست. تقدر تضيف مثلا هنا سميها مثلا دبليو زي ما احنا شايفين هون، تعمل له اد مثلا ابلاي. فهذاك كان للشير. هون بتقدر تيجي هون تحكي له انه انا مثلا بدي كمان اضيف كمان واحد، وهذا راح يكون ل يعني للداتا مثلا او اون كلاود او مثلا ويب سيرفر. مثلا الباث تبعه راح تكون على دبليو، اوكي، وبس بقول له اد. هاي كل شيء بتعمل له apply changes، وحاليا الاثنين بيكونوا يعني مثلا بتخليه هذا لكل الموظفين، حط عليه كل بيانات، وهذا بتقدر تحط يعني تحمل على الويب سيرفر اللي عندك لهون. حكينا انك لازم تعمل له redirect، ليش؟ لانه انت شغال على البورت 80 هون، يعني هون عندك فعليا هو عبارة عن بورت 80، وعلشان هيك هون لازم مثلا تخليه مثلا 8080 او شيء مثل هيك. run as www، طبعا بتكاش تحطه بالروت privileges. upload directory document root الى اخره. لكن هاي يعني لمحة سريعة عن ناس فور فري. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.